ان في قناة هتتمد من العين السخنة من البحر الاحمر لغاية العاصمة الادارية بطول اعتقد 58 او 68 كيلو. يعني هيكون في زي قناة السويس كده قناة مائية من العين السخنة من البحر الاحمر للعاصمة الادارية. بس خليني بس يعني اتأكد من المعلومة لان انا اول مرة اسمعها صراحة. يعني من في كتير من الناس ما يعرفوها. اه بالظبط. هتبقى مدخل سياحي للعاصمة الادارية. هتبقى عاصمة ادارية مركزية استثمارية ذكية سياحية. رائع. يعني استثمارية لوجود اكبر. يعني سهلة بس هي لو الادارة القناة تبقى معايا وحياة ربنا افتح صدر لحد السرة واضرب مشاريع. اه والله ايه جرافتات وبتاع يا معلم ايه الجو؟ انا افتح صدر لحد هنا كده بس صعب نجيب المذيعة دي. شيء بالشيء برضه. لا هي بس يعني لو قفلت القميص هحاول قميص ثاني. لو قفلت القميص ولبست كرافته هينجحوك. صحيح. هيبطلوا يسقطوك. والله انا متهيألي لو قفلت القميص ولبست كرافته مش عارف اكل عيش. بيني وبينك يعني.